المصلحة بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي ببتنا. أجريت ما يزيد عن 600 عملية خاصة بنقل وزراعة الكلى، وهي عمليات كللت كلها بالنجاح. هنا بغرفة العمليات يعمل الفريق الجراحي على نزع كلية أحد المتبرعين ليتم زرعها لمريض في الغرفة المقابلة، عملية يسهر عليها فريق طبي شاب ومحلي. تشهدون معنا العملية رقم 610، منها 63 عملية لأطفال. هذا الفريق يتصدر عملية زرع الكلى مغاربين. ما يقوم به الفريق هذا في باتنا يفوق كل ما تقوم به كل المراكز المغربية والتونسية مجتمعة. ما يقارب 100 عملية تنجز سنويا بهذه المصلحة التي تتوفر على كل التجهيزات الأساسية. نحن نقوم بمجهودات كبيرة لتقديم حياة أفضل لمرضانا. نحن نقدم أكثر من خدمة طبية، نحن نقدم حياة جديدة. مرضى من مختلف ولايات الوطن استقبلتهم المصلحة في الآونة الأخيرة لغرض الزرع والتبرع. فوت معاناة في الدياليزة، ومن بعد قلت شت مع أخوتي قلت لهم يا ولدي لازمنا تعطيوني كلية. دانا الإجراءات نتاعنا كل شيء ومنا ووفقنا رب العالمين ودانا العملية. 12 سنة ومع دياليز، نهار بنهار يصفي نهار بنهار نهار، تعرف المعاناة تاع الواحد كيفاه. جاتنا الفكرة باللي نديرو هذه تاع الزرع، توكلنا على ربي ونضنا درنا دوسي هنا في بيتنا. يا أخي صلحت. تم تشجيع هذا الفريق بإنشاء مصلحة خاصة لزرع الأعضاء اللي حاليا راهي في وشك نهاية الأعمال تاعها، فلربما من على حوالي شهر يتم الإنجاز بإكماله بالنسبة لهذه المنشأة، ويتبقى التجهيز الطبي العتاد الطبي. زراعة الأعضاء في الجزائر يعرف منحا تصاعديا بمردودية عالية وبكفاءة جزائرية.